المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر صعيد هو أول وأكبر معهد رياضة في تونس، تخرج منه أساتذة التربية البدنية وألمع النخب الرياضية، لكن اليوم أصبح هذا المعهد أشبه بمكان مهجور بسبب الخراب الذي حل بقاعاته الرياضية والمسبح، حالة يرثى لها، أبواب مهشمة، جدران آيلة للسقوط، أعشاب طفيلية هنا وهناك، كلاب سائبة تصول وتجول. فمن يتحمل المسؤولية؟ وهل من تدخل عاجل لإعادة الاعتبار لهذا المعهد؟ منشآت متكونة من ملاعب، قاعات مغطاة، مسبح، ولكن المسبح بطبيعة الحال معروف حتى في الوسائل الإعلام سمعتوا بها، كونه فما صعوبات جمة في إعادته من جديد، وعنا صعوبة كبيرة لأن السنة الأولى وسنة الثانية عندهم مادة يقرأوها اللي هما محرومين منها، بما أنه المسبح إلى حد الآن حتى حد ما تفعل معانا في تسوية الوضعية متاعه، بالرغم اللي كونه معناها أخذ قرار نهائيا وانتهت القضية وإلى آخره، خاطر فما قضية مرفوعة كانت موجودة، انتهت القضية والمشكلة متاعها، ولكن إلى حد الآن ما فماش تفعيلها، والطلبة محرومين من مادة هامة جدا اللي هي في بعض البلدان معناها أوبليغاتوار في الابتدائي كما تشيكي اتسيتيرا. احنا هنا في الجامعة اختصاص اللي هو اختصاص ومعناها من الرياضات الأولمبية اتسيتيرا، ما فماش حتى تفاعل. إلى حد الآن المسبح بشهادة الناس الكل إلى حد الآن لم يقع تسوية وضعيته، زيادة على قاعات أخرى الرياضات الفردية والقاعة المغطاة الرياضات الجماعية التي تقطر بالماء كل شتاء ينقطع التدريس فيها، علاوة على معناها بعض الماتيريو معناها اللي يلزمهم يتواجدوا معناها ناقصين معناها كتجهيزات وكإلى آخره. المعهد الأعلى اللي هو ثاني أكبر معهد رياضة في إفريقيا ومن أول معاهد إفريقيا التي دشنا في إفريقيا يعني في القارة الإفريقية، سمعته اسمه إلى آخره وتكوينه على مستوى عالمي، عنا دكاترة معناها من ليبيا، دكاترة من البلدان الشقيقة، من الجزائر الشقيقة، من العراق، من فلسطين، معناها هل هي صورة تعطى لتونس ودورها معناها في العالم، في العالم العربي وفي العالم إلى آخره، في العالم بصفة عامة معناها شيء يندله الجبين. الوزارة وحدها ما تنجم تعمل حتى شيء، الوزارة وحدها ما عندهاش معناها موارد، تشوف الوضعية متاع البلاد إلى آخره، ماذا بينا المجتمع المدني، المجتمع بصفة عامة اللي موجود حولنا هنا يعني يدخل باش يعمل لنا مسبح، يعمل لنا معناها بس على الأقل اللي هو يكون في لينورم أولمبيك باش نجمو ليز أولمبيك. احنا عندنا الحفناوي وعندنا أبطال توا باش يخدموا على 2024 2028، كيفاش باش توصل أنت باش هو يكون لوكوموتيف إذا كان ما فماش باز؟ معنا عندنا بيسين واحدة في الجمهورية التونسية وهذا من أكبر المسابح الأولمبية في تونس كان معناها. فما اجتماعات دورية وفما حسب الحاجة. اليوم وضعية يعيشها المعهد غير قادر المعهد اليوم باش يلبي لاكاليتي دو لونسينيمون. اليوم مشاكل كبيرة على مستوى البنية الأساسية خاصة، وعلى مستوى طاقة الاستيعاب اللي زادت، وعلى حتى النقص في الأساتذة بطبيعته. اليوم المعهد هذا الوضعية نتاعو خاصة على مستوى البنية الأساسية، البنية التحتية، اليوم لا تستجيب للوضع الحالي للتكوين. شفت وشوف فما الدروس كيفاش قاعدة تصير. اليوم مسبح عنده سنين وما لقاولوش حل. اليوم قاعات رياضية فما دروس نتاع جمباز، فما دروس نتاع رفع أثقال، فما دروس هنا مش قاعدة تصير قيل قريب في الشارع معناتها في اليوم. بون بليس اليوم حتى الشعبة الرياضة هذه اللي قاعدين يفرضوا علينا معناتها اليوم كيف فما مشاكل كبيرة. اليوم الطالب غير قادر زادة باش يستوعب الدروس، وفي ظل هالظروف هذه اللي يعيشوها اليوم بتجيك طاقة استيعاب كبيرة. شنو تحب أنت هنا الأستاذ باش يقوم بدوره؟ فهمتني؟ شوفوا الوضع وانتم تعاينوا، شوفوا الوضع وصوروا تو تشوف. معناتها شيء معناتها اليوم وصلنا معناتها الى حاله انه يلزم تدخل سريع، يلزم الدوله المعهد هذا تنظر بعين الاعتبار، لانه معناتها معهد عريق عنده تاريخه،
فيه التكوين ساهم خاصة في الرياضة التونسية وفي تحسين الرياضة التونسية والعجب من الألقاب اللي قاعدة سير أغلبيته شوفوا الممرنين اللي هم متخرجين من المعهد هذي فهمت؟ دونك يزم نظرة معناتها ديرجنس فهمتني حاجة ملحة ملحة غير ذلك. احنا على مستوى المجلس العلمي احنا نمثلوا أساتذة الموضوع هذا نتداول فيه تو عنده مدة وقاعدين في كل اجتماع وعنا في الموضوع هذا ولا حركة لمن تنادي والله نحن إداريا معناتها شنو هو الأورغانيغرام بتاع المعهد اللي حان الوقت باش يتبدل ويتغير وما يكفيكش اللي نحن عندنا أربع معاهد رياضية في تونس والمعهد العالي القصر سعيد معناتها من الأوائل نظرا للعدد بتاع الموظفين والعملاء والأساتذة والطلبة بخلاف النقص معناتها العدد هذا يتطلب اللي نحن ماذا بينا نعطيك اكزامبل نحن عندنا مثلا الميزانية بتاعنا مليار وواش عندنا كهيئة مدير مكلفة بالبنية الأساسية والتجهيزات الرياضية جات من الوزارة على أساس باش تاخذ فهمتي كهيئة مدير وحطيناها هي تخدم في الشؤون المالية وهو غير كافي معناتها نحن ماذا بينا الهدف نتاعنا هو الأورغانيغرام يلزمو يتبدل عندنا مثلا إشكال زاد في إدارة الدراسات زاد المجلس العلمي يهم الإشكاليات والبرامج العلمية والبرامج البيداغوجية والبرامج الإدارية والإشكاليات الإدارية وخاصة اللي هي مربوطة ببعضها وقت اللي نحكيه نحن البنية الأساسية والتجهيزات الرياضية في مؤسسة تعليمية فهمتني تعليم عالي يجبنا نحكيه على 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 المصاريف والمصاريف شكون باش يصرفها يصرفها هو المكتب اللي مكلف بالشؤون المالية معناتها نحن عندنا كان رئيس مصلحة معناتها في مكتب كاتب مكلف بالمبيت والمطعم عندنا كهيئة مدير مكلفة بالبنية الأساسية والتجهيزات الرياضية عطيناها المالية باش تلاقيها وعندنا رؤساء مصالح في البحوث وفي الإعلامية وبس وذاك شان نحن الإشكال مش في الجانب البيداغوجي خاطر ذاك كي يخرج من التقاعد ذيك معناتها سن التقاعد ذاك هو معناتها ينجم يعمل مطلب لا نحن الإشكال متاعنا هما وهذا في 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 في, في الوزارات الكل في الواحد إشكال هو العمل معناتها ما عندناش عمل بالنسبة للوضعية وبالنسبة للكم الهائل معناتها بالعمل والكم الهائل في 38 هكتار فهمتني ما عندنا اشكال كبير برشا عندنا اشكال اللي عندنا راهو مبيتات عندنا شبابك تتكسر عندنا بيبان تتكسر عندنا فهمتني حراسه عندنا سرقه وقعت لنا كل جمعه تقعنا سرقه نحن معناتها ما عندناش حراسه مشده دونك هذا هو الاشكال لفته للمؤسسه هذه التعليميه اللي تاريخيا معناتها عندها فهمتي تاريخ كبير برشا وهذا معناتها لفتة كان إمكان معناتها من زوز وزارات وزارة التعليم العالي ووزارة الشباب والرياضة يجيوا معناتها يشوف الوضعية اللي هي تنجم تقول كارثية معناتها وهذا معناتها مش جديد معناتها معروفة من حتى من أوت عمناول وعندنا مشاريع متعطلة عندها 3 و4 و5 و6 سنين و7 سنين